النخيل. واتفقنا ان القرن الفرساني لو كنت بدل مكان معاه النتيجه بتاعته لازم تكون صح. صح ليه بقى؟ عشان الفرسان عشان الجذر اللي بيستخدمه بيوضع في النقاط ده سبب في اسباب اخرى. ايه هي؟ الفرسانه كان منهدى اصلا. السؤال ليه نتيجة مقاومة الضرب الخرسان؟ أنا جبت الضرب الخرساني من منشأ وحطيته في مكنة الاختبار وكسرت. ليه النتيجة دي ما بعتبرهاش هي رتبة الخرسانة مباشرة؟ دي بصححها. أعملها تصحيح. كويس. طيب يا باشمهندس. عظيم. ده السؤال السبب اللي ايه كلكم لغايه دلوقتي بتقولوا، لكن في اسباب اخرى. ممكن عشان هي اسطوانه؟ علشان هي اسطوانه. تمام. رتبه الخرسانه عندنا بتعرف على انها رتبه مكعب قاسي. فبالتالي القلب الخرساني لما اخد اكسره في مكنه الاختبار انا كسرت اسطوانه غير قياسيه. الاسطوانه القياسيه ارتفاعها 15 سم وارتفاعها 30 وده بنسبه تقريبا 100% لن يتحقق. فلازم اصحح هذا الموضوع، يعني لازم احول الاسطوانه لاسطوانه قياسيه وبعدين الاسطوانه القياسيه كمان الى مكعب، وبعد كده اخذ في الاعتبار ان قطع العينه ادى الى اضعاف الخرسانه. فثلاث حاجات خلتها اعمل ايه؟ عمليه تصحيح. التصحيح بيتم على مرحلتين، في مرحله اولانيه بتاخد تكسير الشكل والمقاس اللي هي بضرب مقاومه القلب الخرساني في جيل على 1.5 + 1 على ايه؟ على الارض. التصحيح ده حول القلب الى مكعب قياسي، لكن ما نجحش في انه يحول او يتلافى تاثير الايه؟ عمليه القطع نفسها. عمليه القطع نفسها بقى والمشاكل اللي نتجت عنها واثرت في مقاومه الخرسانه عموما بتظهر بعد كده في تحديد الرتبه. ان المقاومه المصححه دي انا حولتها لمقاومه مكعب قياسي هتساوي رتبه الخرسانه او هتساوي اسف ثلاث ارباع رتبه الايه؟ ثلاث ارباع رتبه الخرسانه بس. وبالتالي ما توقعش ان الفور او القلب الخرسانه اللي انا هاخده واصححه هيديني الرتبه اللي انا عايز اوصلها. ده لو كان ثلاث ارباع يبقى ده الايه؟ يبقى انا فعلا كده حققت ايه؟ حققت المطلوب. الربع ده هو اللي تسبب في انخفاض عمليه الايه؟ عمليه القطع الميكانيكيه نفسها. اتفضل. ده احسن حاجه تديك المقاومه فعلا. ده احسن حاجه خالص. طب ما لازم لان انت الرتبه بتتحدد على عينه قياسيه صعب انك تجيبها بعد منشاه عمل خاص. يعني المنشاه تنفس تماما فانت ازاي هتجيب عينه قياسيه من المنشاه وتكتبها ثالث عشان تطلع قلب خرساني قطره 15 وارتفاعه 30 وتقول ان ده هيبقى مقاوم الاسطوانه هتبقى عمليه معناها انك بتبوظ جزء كبير من العنصر كان عامل زي لو نقطع فيه قلب خرساني قطره 15 سم هيبقى مشكلة هتكلفك في ضعف عليك. وبعدين عشان تكون يبقى 30 ممكن العمود ده ما يسعفنيش. البعد بتاعه ما فيهوش 30 سم. ففي أحيان كتيرة جدا لم أستطيع إن أنا أوصل للعينة القياسية أطلعها من المنشأ. فالحل دائما هو إني أطلع المقاومة وبعد كده أعملها عملية إيه؟ عملية التصحيح. بس هذه التصحيحات تقدر تقول انها بتوصلنا الى مقاومه مستقره جدا تختلف عن التصحيحات اللي احنا حاولنا نعملها لمين؟ مقاومه الكتاب بس. لانها طبعا كانت بعيده خالص زي ما انت قلت. هل المسائل بتبقى مقاومه بعد ما حولها من قلب الى مكعب قياسي. دايما ثلاث ارباع ايه؟ اه زي ما عملنا في المثال احنا شفنا المثال اللي هو
جبنا متوسط القلوب المختلفة وقلنا لو المتوسط بتاع مقاومة القلوب بعد التصحيح اللي هي هتبقى مكعب مكافح كانت ثلاث أرباع الرتبة يبقى كده إيه كويس أوي. ثلاث أرباع ماكس طبعا بعد التصحيح. لا انت بتاخد الحقيقه الفرق بتاع النتائج يعني قلوب كتير اخدتها وبعدين قارنتها بمكعبات اتعملت في علم كويس. احنا التصحيح بيشمل حاجتين، بيشمل انك عايز تحول من اسطوانه الى مكعب، وبيشمل انك توصل اسطوانه دي الى اسطوانه قياسيه، وبيشمل اي حاجه ثالثه كمان الكور منتخب افقي ولا منتخب ايه؟ منتخب راس. فكل دول دخلوا في التصحيح ان حولوه لك الى ايه؟ الى مكعب قياسي. طبعا احنا كل ده ممكن نعمله بالجيومتري. احنا عندنا جداول شفناها ويمكن الكود الامريكاني بيعمل كده. بيعمل ايه؟ ياخد الاسطوانه بمقاسها وبعدين يحولها لاسطوانه يصححها يحولها لاسطوانه نسبه الارتفاع الى القطب 2 يبقى ده تصحيح. بعدين التصحيح اللي بعديه انه ياخد الاسطوانه دي فيحولها لاسطوانه 15 في 30 يعني التصحيح ده بيحوله الى اوائل ما بيحولش المكعب اللي هم الاساس عندهم هو الايه؟ الاسطوانه فبيقعد مركز. وبعدين يرجع في النهايه برضه يقول لك بعد التصحيحات دي المقاومه اللي انت حصلت عليها دي مقاومه اقل من الواقع لان عمليه الرفع بوظت الايه؟ بوظت الخرسانه شويه. بس هو الفاكتور بتاعه بقى احنا بنقول 85 هم هناك بيقولوا 75 هم هناك بيقولوا 85 لان طبعا الايه؟ الايوه الاسطوانه اقرب. الفعال اللي قد يتواجد بدون حمل هو
انفعال بدون ما نكون احنا موجودين في المغرب هيحصل انفعال بتاثير تغير درجات الحراره. الفا في ال اللي احنا خدناها دي من زمان في الفيزيكس وبعدين استخدمناها كمان فين بقى؟ استخدمناها في الاستراكشر. في مسائل شهيره كده في الاستراكشر بيقولوا لنا بقول لك حل لي الفريم ده لما يكون في تغير في درجه الحراره ما بين الداخل والخارج قيمته مثلا 20 درجه. دي حاله بتحصل سواء في الصيف او في الشتاء. النهارده احنا هنا جوه القاعه دي درجه الحراره بالتاكيد تختلف عن درجه الحراره فين بره القاعه. يبقى العمود ده الصفحه الخارجي بتاعه دي درجه الحراره تختلف عن مين؟ عن الصفحه الداخليه. مش كده؟ فاذا تغير درجات الحراره بين المنشا ممكن جدا انه يعمل له نوع من انواع الانفعال. هذا الانفعال طالما حدث يبقى يصاحبه ايه؟ مفيش انفعال من غير اجهاد. يبقى تولد اجهاد لكن هذا الاجهاد مفيش حمل يسببه. حمل حراري ممكن. فكده استنبطت في مسائل كتير قوي تحطها في الحراره في الماتيريال. كنا بناخد كده ايه؟ يقول لك ده ميكانيكال وده مش عارف ميكانيكال. كانت قصه كده طويله عريضه كان الهدف منها ان احنا نحول هذا التاثير الحراري الى ما يكفيه من الاجهادات التوالد في المنشا. وممكن جدا بالنسبه للخرسانه بالذات بقى ما يحصلش فيه الستيل ان الانفعال ينتج من تغير درجه الرطوبه. ينتج من تغير درجه الرطوبه وهذا الانفعال ينتج من تغير درجه الرطوبه ممكن يحصل من اللحظه الاولى لصب الخرسانه وبعد كده تستمر هذه العمليه طول حياه الايه بقى؟ المنشأ. يعني في الاول الخرسانه لسه لدنه بيحصل حاجه اسمها الانكماش اللدن. الدكتور احمد قال لنا عليه وفي ناتج من ايه؟ ناتج من تغير الرطوبه اللي موجوده في الخرسانه. لما الضغط يبقى معدلاته سريعه جدا ومعنى هذا ان المعالجه ابتدتش في توقيت مناسب يبقى معنى كده ايه؟ ان الميه دي كانت شغله فوليوم ما بقتش موجوده يبقى الفوليوم ده يفضى. الفوليوم ده لما يفضى ايه اللي يحصل؟ تبتدي الخرسانه دي تشغل. الكلام ده بيحصل في اول 24 ساعه. يعني لما تظهر لي شروط بعد 24 ساعه ما اقدرش اقيمها على انها شروط انكماش ايه؟ لا. لازم تكون حصلت في اول 24 ساعه. بعد كده على مدار عمر المنشا بقى ممكن يحصل شروط اخرى زي شروط الانكماش اللي بتحصل بالذات في العناصر الايه؟ طويله شويه حوائط مثلا عند حيطه خرسانه طويله بص لقيت الحيطه دي شغاله بايه؟ بالطول كده نتيجه ان الطول الكبير ده من تغير الرطوبه اللي فيه بيحصل وبيطلق فاول ما يطلق ايه اللي يحصل بقى؟ يعني في شد معنى في شد والخرسانة عادة مش بتتحمل هذا الشد يبقى لازم نشوف شوية شروط حصلت فين في هذا الاتجاه الاتجاه القصير بتاع العنصر. فيبقى دول نوعين من أنواع التغيرات البعدية الغير مرتبطة بالهيئة. قدامنا الحرارة تختلف عن الزحف شوية. الحراره التغيرات اللي ناتجه من درجه الحراره لو انت سبيت درجه الحراره مش تحصل. يعني لو خليت المنشا بتاعك من بره لجوه درجه حرارته ثابته طول الوقت يبقى مش هيحصل هذا الايه؟ مش هيحصل هذا الكلام. لكن عندما يحدث هذا التغير بدرجه تسمح بظهور انفعال كبير يبقى ساعتها هيحصل ايه بقى؟ هيحصل مشكله. تمام؟ طبعا مرتبطه جدا بطول العنصر. مرتبط قوي بطول العنصر وعلشان كده زي ما هتاخدوا ان شاء الله تصميم منشاه خرسانيه لازم افصل المنشا بتاعي لو درجه او الطول بتاعه زاد عن حوالي 35 متر يعني 30 40 متر لو المنشا بتاعي اكبر من كده لازم اقسمه الى اجزاء طول كل جزء ما يتعداش الايه؟ ال 35 متر ولا حاجه. فالمباني الطويله بعد ما طويل زي ده كده يبقى لازم اقسمه الى ايه؟ الى مباني كانها مباني لازقه ببعضها. يبقى كل واحد بيحصل له تمدد وانكماش منفصل عن مين؟ عن اللي حواليه. في حدود ال 30 35 متر قيمه الانفعال الناتج مش هتبقى
مختلفة. طبعا في تغيرات لحظية يوصفها لنا ايه؟ سبحان الله محمد الجهاز ينفعل. يعني محمد الجهاز ينفعل بيقول لك لما تحط الإجهاد ده هيحصل قصاده ايه؟ ينفعل. وفي حاجات دالة في الزمن ما بتظهرش كل المواد ده بتظهر في بعض المواد ويعني خلصانة واحدة منهم اللي هي بتنهي التعبير أو المصطلح الكلام الاستاتيكي أو الزحف. الاثنين نفس الايه؟ طبعا هم نفس المعنى الكلام الاستاتيكي أو الزحف. طب هتقول لي بقى احنا درسنا الزحف ده قبل كده، أقول لك معلش أنا بس المرة دي بقى هقول لك إزاي تحسبه. احنا قلنا إن في انفعال بيزيد وبيفضل يتزايد لمدة 30 سنة وبعد كده بيتوقف. طب هو لو بيزيد لمدة 30 سنة بيتحسب إزاي؟ ده اللي احنا هنحاول بقى إيه؟ نشوفه مع بعض في الايه؟ الوقت الجاي. نبتدي الأول بالانفعالات اللحظية لأنها مهمة الحقيقة في تصميم بعد كده المنشآت الخاصة. إن احنا شفناها قبل كده إن منحنى الإنتاج والانفعال يتغير بتغير الإيه؟ بتغير بتغير المقاومة بتاعت الخاصة. ويمكن اتفرجنا مع بعض على تو ستريمز، اتفرجنا على خرسانة عالية في المقاومة، خرسانة عالية في المقاومة، وشفنا ده بينكسر ازاي ده بينكسر ازاي. واحد منهم بينكسر دون ان يفني اي انفعال فجأة يعني فجأة كده، وده معناه انك مش قادر تقيس انفعالات واضحة يعني. وفي واحد تاني الانفعالات دي قليلة طبعا انها مدى بسيطة، لكن على الاقل بتقدر انك ايه قرب الانهيار تشوف شروخ وتقدر تتابع ايه الانهيار. الكلام ده بيظهر عندنا على هيئة ايه؟ على هيئة الإرهابات اللي قدامنا. كل ما المقاومة زادت زي ما أنت شايف البيك بتاع المحنة بتعلى طبعا طبيعي، لكن كمان المحنة كله بيحصل له ايه؟ بيتكلم وبيطلع لفوق كده. بيطلع الحركة دي معناها إن في تغير في ايه كمان غير المقاومة؟ في تغير في المعاير في النور. مش كده؟ المعاير اللي هنا بنعرفه على انه ايه؟ المفروض التعريف يعني الهندسي الشامل او العام هو مين المماس الابتدائي المنحنى الايه؟ الاجهاد والانفعال. كويس؟ ده مين المماس الابتدائي. يبقى هذا التعريف واخد في اعتباره ان قد يكون بعض انواع المواد العلاقه بين الاجهاد والانفعال فيها ما لهاش خط مستقيم. لو كان الخط مستقيم دايما كان علينا مين الخط المستقيم اللي في بلاد المحنة. لكن هو خلاه مين المماس الابتدائي لان بعض المحنات زي الخرسانه ما هي ما فيهاش خط مستقيم من الاول. فالجرفات دي كلها زي ما انت شايف كده جرف ما هوش خط. انما اقدر لو حطيت مماس ابتدائي الاقي ان هنا في مماس ايميل وهنا مماس ايميل تاني خالص. يبقى اذا بيتغير القيمه بتاعت معاير الهونه بتغير المقاومه بتاعت الخرسانه. الانفعال عند الكسر برضه بيتغير، او الانفعال عند الحمل الاقصى، لان عند الكسر صعبه شويه. كان ممكن نعرفنا نحددها بسهوله اكتر في الصوم، لكن في الخرسانه صعبه، فبنحاول نربط نفسنا بالانفعال المقابل للحمل او للاجهاد الاقصى. الانفعال عند الاجهاد الاقصى